ظاهري عندكم الشاشة يا شباب. دكتور ظاهر. يا الله يعطيك العافية. بس إذا في لكم أي سؤال أي استفسار، ضايد 4 دقائق حتى تبدأ الحصة الرسمية لكم، بس إذا لكم أي استفسار اسألوني يا شباب. جبت لكم 3 أسئلة، يعني تقريبا 3 أسئلة، وحطيت عليهم تقريبا بيجن، يعني في بعض الأسئلة راح أكون السؤال معلم لكم، مثلا هذا السؤال عليه علامتين، هذا السؤال عليه علامة، يعني اللي كليات عليها علامة، اللي عليه علامتين بكون حاط لكم إياه عليه، إنه عليه علامتين هذا السؤال. يعني تقريبا راح في 30 سؤال، 30 علامة وزعتهم، يعني كل سؤال يعني راح تطلع أو نتيجة امتحان أنت جاب نمبر 25 30 18 وهكذا. فديروا بالكم، يعني استعرضوا النوتس اللي أعطيتكم إياها من بدايتها لنهايتها، فكان تقريبا هذا هو الامتحان، يعني نفس الأفكار اللي جبتها لكم، بس يعني بجوز من طبيعتي ما بغيرش، بحاول قدر الإمكان ما بطلع شو جبت سابقا، فبطلع معي امتحان جديد كل مرة بفضل الله عز وجل. بس جديد نفس الكونسبتس، نفس الايديا، نفس الفورم، ما فيهوش شيء جديد، راح يكون يعني الافكار نفسها بس شكل السؤال جديد. دكتور، نعم تفضل. يعني الامتحان راح يكون عبارة عن 3 أسئلة وكل سؤال فيه ايوه 10 فروع يعني؟ تقريبا في كده. بعض الاسئله عليها لا 6 7 فروع، بس في بعض الفروع عليها علامتين علامتين. تمام، وعلامة الامتحان يعني من 30 والمشاركة من 20. المشاركه من 20، المشاركة من 20. فبجوز اوكي. أعطيكم الأسبوع الجاي هيك أبدأ أعطيكم هوم ويركس. أنا مبسوط في كثير من الطلاب، يعني مبسوط منهم سو فار، لحتى الآن في عندهم مشاركة وما شاء الله عليهم. بس طلاب، هذول الطلاب اللي نرى الجبرة اللي بشوفهم في عندهم ضعف. بس في عندكم كم طالب على فكرة ولا قدامه ولا شيء، عمري ما سمعت صوته، فهذا بدي أحط مشاركة الأسبوع هذا أو الأسبوع الجاي بحط لهم صفر. هذول الطلاب ولا عندهم أي مشاركة نهائيا، فيش شيء. دكتور انا شوفي قدام اسمي. نعم انا شوفي قدام اسمي. شو اسمك؟ رقم 43 احمد ابو عفيفه. لا أيوه. والله يا احمد، لا والله يا احمد في قدامك، لا مليح انت شويه، مليح احمد، اما في قدامهم كلهم بتبكسات، يعني مناديهم وعمرهم ما ردوا علي. اوكي طيب يا شباب، هاي ظل اخر اكزامبل. شو كان نتيجه المره الماضيه اللي حكينا يا شباب؟ اذا السنسور شو لازم يكون الترانسفير فانكشن تبعه؟ يا احمد ابو عفيف جاوبني، شو لازم يكون السنسور ترانسفير فانكشن تبعه؟ اتش اوف تي. شو لازم يكون، كيف السنسيتيفيتي تبعته تكون، عالي ولا واطي احمد؟ عالي دكتور. تكون عالي. الله يهديك احمد، الله يهديك. فالسنسور يعني اليوم الاميتر، الاميتر كيف بعرف انه الاميتر هذا ممتاز؟ الاميتر اللي بيقيس الكرنت في السيركت كيف بعرفه ممتاز؟ او الفولت ميتر كيف بدي اقول عنه هذا فولت ميتر ممتاز؟ لما تكون حساسيته كثير عاليه دكتور. شو معنى حساسيته كثير عاليه؟ انه عندنا تغير في التيار بالسبيكر. احكي لي اياها ماثيماتيكالي او ان تيرمز اوف ذا سيركت، ان تيرمز اوف سيركتس، شو معنى الاميتر هذا ممتاز حساسيته عاليه؟ مثلا الفولت ميتر، كيف الفولت ميتر هذا بعرف انه ممتاز جدا؟ هاي تعلمتوها بالسيركت يا شباب. احكوا ان تيرمز اوف سيريز ريزيستنس تبعت الاميتر قديش لازم تكون؟ لا لازم تكون انفينيتي دكتور. الاميتر زيرو الاميتر زيرو. الاميتر ليش بدنا نوصل سيريز؟ لانه يعني بتوصل سيريز، لذلك لازم تكون هذا معناته بيرفكت، الحساسيه تبعه ممتاز، انه السيريز ما عمل لودنج افكت، فالريزيست السيريز ريزيستنس تبعته زيرو، بوصله سيريز. اما الفولت ميتر شو بوصله؟ امبرال مع السيركت، فلذلك بحتاج ايوه الانترنال امبيدنس تبعه تكون انفينيتي، زي الاوسيلوسكوب، زي الاوسيلوسكوب الانترنال تبعه تكون عباره عن انفينيتي. فيعني معنى الكلام انه السنسيتيفيتي لاي سنسور لازم تكون اولموست ايكوال تو زيرو، السنسيتيفيتي لاي سنسور لازم تكون عباره عن زيرو، غير هيك بكون كل القراءات اللي طالعه منه قراءات غير مضبوطه. فشوفوا الان اعطيتكم هاي اكزامبل يا شباب، شوفوا هذا الاكزامبل. فلو كان في عندي، افترضنا هاي K1 موجودة بالفورورد، شايفين الشباب طلعوا عليها K1 موجودة بالفورورد، و K2 هاي transfer function of the sensor. نفترض الآن بده يصير variation بال K1 و variation بال K2. شوفوا نفترض أنه nominal values K1 و K2 كانت عبارة عن 1، طلع الستيدي ستيت ايرور عبارة عن شيء بسيط جدا، 2 على 400 يعني 5 5 ملي،
ولا شيء. الآن نفترض أنه صار في variation بالكي 1، شايفين طلع بالكي 1 صار في variation بالفورورد بنسبة 50%. الكي 1 بدل ما كانت واحد، يعني افترضنا أول ما هاي الجهاز جديد أول ما عملنا calculation إله طلعت الكي equal to 1، صار الجهاز قبار جهاز قديم صارت الكي 1 قديش، صارت الكي 1 تساوي إيش، تساوي 1.5، تغيرت بنسبة 50% زيادة. والكي 2 ظلت على حالة، قديش استيت إيرور ظلت تقريبا يعني إشي بسيط جدا، ما تأثرت عندي. مظبوط يا شباب، ما تأثرت عندي. لاحظوا الآن يوم التغير صار بالكي 2 يا شباب، اطلعوا عليه لما صار التغير في الكي 2 شو قديش، لاحظوا قديش السنسيت ايرور صار 1/3 نسبة 30%. فيعني ما فيها مجاملة هاي كي 2، لازم تكون constant with constant transfer function otherwise معناته كل إشي عنده خطأ. لاحظوا الآن أكون ماخذ حسابات إنه كي 1 وكي 2 equal to 1 فهاي السنسيت ايرور، تروح هذا يصير في sensitive surrounding medium temperatures very old something like this، أي شيء يكون فيه. الآن وأنا كش حاسب حساب إنه K2 equal to 1 صارت K2 equal to 1.5، فلاحظ كل القراءات اللي طالع غلط. لاحظ قديش السيستيت إيرور 1/3 33% نسبة الخطأ، بينما كانت 1 تقريبا almost 0.005. فلاحظوا إنه هاي K2 هاي السنسور ترانسفير فانكشن. ذلك شو كان عندي آخر شيء كتبت لكم إياه، إنه لازم الـ H of S اللي هو السنسور تكون has constant transfer function otherwise في عندك مشكلة بكل النتائج اللي طالع في اللي طالع منه من عندك، عندك مشكلة بكل النتائج اللي طالع فيها. فهي sensitivity، فهي شو النتيجة اللي طلعنا فيها. لو بدي أسأل صالح رائد الخطيب، صالح الخطيب موجود؟ صالح الخطيب لو بدي أسأل مثلا معاذ السلامات، معاذ مش موجود، معاذ أحمد العمري، تقى بن ياسين، تقى طيب، جمال جرادات، جمال مش موجود، جمال يوسف القروط، هيثم عسولي، يزن شبيب، محمد عمر عبد الرحيم، ماجد الجروشي موجود دكتور. ماجد مالكيش بالغابه، عندك ولا اكس يا ماجد. يا ماجد شو النتيجه اللي طلعنا فيها الان، شو الفرق فيما بين السنسيتيفيتي تو باراميتر فاريشن بين الاوبن لوب والكلوز لوب، مين اللي طلع افضل؟ اللي هو الاوبن لوب، الاوبن لوب اللي فيه سنسور يا بوي الله يهديكم، الكلوز لوب يا جماعه الخير. انا السنسيتيفيتي يعني الاوبن لوب سيستم مور سنسيتيف تو باراميتر فاريشن ذان الاوبن لوب، more sensitive to parameter variation than the open loop شباب. فهاي النتيجة اللي طلعنا فيها بالفيدباك انه بالفعل بقلل sensitivity، صحيح الفيدباك system expensive more expensive than the open loop، بس بطلع بنتيجة البارامتر اللي sensitivity to parameter variation very 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 low، بقدر اعملها equal to، بقدر اتحكم فيها. بينما هناك out of my control طلعت معي بالopen loop قديش 1. شو معنى 1 يا شباب؟ شو معنى sensitivity equal to 1؟ شو مية بالمية يعني، أيوة يعني شو اللي بصير عندي، شو بصير عندي variation على طول بنعكس وين في الاوتبوت. يعني صار عندي 10% variation في بالسيستم، بصير 10% variation في الاوتبوت، وهي مشكلة كبيرة. فلذلك الاوبن لوب more sensitive to parameter variation than the closed loop، لذلك هي أول advantage دي من الكلوزد لوب. الكلوزد لوب إنه الآن بيعمل sensitivity robust system due to parameter variations، سيستم سوليد فيري سوليد ريجيد بودي، ما في عنده مشكله انه لو صار في فاريشن مش راح تاثر علي. اوكي، والنتيجه الثانيه شو اللي طلعت فيها شباب، انه السنسور ترانسفير فانكشن ماست بي كونستانت. هاي مش بس بالكنترول، باي شيء شباب، باي شيء، اي ميجرمنت ديفايس لازم يكون له كونستانت ترانسفير فانكشن، له كونستانت. هاي مثلا لو اخذت الاميتر الشباب، كنت تقول ايديال اميتر انه يكون السيريز ريزيستنس ايكوال تو زيرو، لا لو كانت شيء غير زيرو بصير شيء، بصير فيه سامسي لودينج افكت. الاوسيلوسكوب الفولت ميتر لازم يكون انترنال امبيدنس تبعته ايكوال وات فيري فيري هاي ايكوال تو انفينيتي. طيب الان هاي شباب الان في بارت ثاني، هاي طالع لكم الشاشه، هاي شباب جاوبوني طالع. طيب الان هسه شو صار في البارت الثاني الشباب، اللي هو الترانزينت ريسبونس.
the transient response of the control system. The transient response of the control system في الopen loop وفي الclosed loop. في الopen loop وفي الclosed loop. الآن فبنعرف إحنا يوم حطينا الانبوت للكنترول سيستم يوم قلت عنها يونت ستيب، شو معنى كلمة يونت ستيب يا شباب؟ شو معنى كلمة ستيب وإيش معناها؟ واحد منكم يجاوبني، ما شو معنى يونت ستيب الترانسفير فانكشن يونت ستيب انبوت؟ شو معنى؟ ريسبونس دكتور. يعني انبوت واحد على اس، يعني شو معنى؟ احكي لي يا كلام شو معنى لو بدنا نقول بالكنترول سيستم عادة بقول بحط الانبوت عبارة عن ستيب، شو يعني الكلام؟ نو ترانزيت دكتور. نو ترانزيت معناته أنا بدي يا ريت السيستم يطلع من الانيشال ستيت للديزايرد ستيت ان زيرو تايم، معناته الترانزيت بارت ايكوال تو زيرو، فهم في ترانزيت على طول وصلت لها، وصلت للشيء اللي بدي اياه. اوكي، فلذلك الترانزيت بارت عباره عن شيء اصل. ليش مثلا حطينا مصعد في العماره، مصعد في المستشفى، ليش حطيناه؟ مشان تو مينيمايز التايم، مشان ترانزيت بس يكون اقل ما يمكن يا شباب. ليش مثلا بنعمل طريق هاي واي، بنعمل طريق مثلا نسعى في الطرق الدائريه بالاردن، ليش هاي؟ مشان اذا بدك تروح مثلا من اربد لعمان تروح باسرع وقت ممكن، مشان الترانزيت بارت، مشان تطلع الساعه 7 تكون الساعه 8 الا تكون موجوده بعمان وصلت لشغلك، مشان كليات، مشان الترانزيت، الترانزيت بارت يكون أقل ما يمكن، ماشي؟ ليش مثلاً على سبيل المثال أذكركم يا شباب، أذكركم مثلاً بعد بجوز ذكرت لكم إياه المثال، مثلاً تروح والله بدك تشتري بريكات سيارتك، بتروح على الوكالة بقول لك بريكات سيارتك مثلاً سيارتك نوع كذا، البريكات حق مثلاً 50 دينار، تطلع برا المحل بقول لك لا هاي البريكات حق 15 دينار. طب شو الفرق بين هاي وهاي يا شباب؟ اثنيناتهم بريكات، اثنيناتهم بوصلنك، اثنيناتهم إذا حطيتهم بقول للسيارة وقفي وقفي، بس الأصلي الترانزيت بارت تبعه يكاد يكون 1 سكند اور 2 سكند وتكون وقفت، مزبوط؟ بينما مش اصلي بجوز بدك 10 سكند حتى توقف السياره. وين الفرق بين التنصار في الترانزيت بارت؟ لاحظين نفس الافشنسي، هي نفسها وقفت، هي بالنهايه وقفت السياره، بس هاي وقف بالبريكات الاصليه وقفت بعد ثانيه، وهذيك وقفت بعد 10 ثواني، مزبوط؟ اثنينات وقفن السياره، بس في فرق بالترانزيت، الفرق بالترانزيت في الترانزيت بارت. اوكي، نفس الشيء المصعد يا شباب، المصعد المليح اللي باخذك من الى مثلا خلال مثلا 10 ثواني، المصعد هذاك الثاني مليح بوصلك بس بظل 10 ثواني ممكن ياخذ منك 30 ثانيه حتى وصلك للمكان اللي بدك اياه. فالفرق بيناتهم في وين؟ في الترانزيت، في الترانزيت بارت. فهي عباره عن شيء مهم جدا في الكنترول سيستم للترانزيت بارت، إيش مهم جدا في الكنترول سيستم للترانزيت بارت. فالان هسه اشوف الترانزيت بارت بتعرفوه اللي هو البارت اوف ذا ريسبونس اللي اس تي جوست تو زيرو جوست تو زيرو، هاي هو الترانزيت بارت. فاحنا الكومبليت ريسبونس للكنترول سيستم الشباب هيوته واي اف تي يساوي واي ستيت بلس واي ترانزيت. اي نورس، الان الواي ترانزيت هاي الواي شو اللي بدي هاي لو كان ريسبونس للكنترول سيستم، شو بدي الواي ستيت يساوي؟ الصوت بيقطع؟ طيب. حاول الصوت قطع عندي والله ما بعرف هسه كيف هسه صار مليح الصوت؟ احسن ان شاء الله. هسه الواي ستيدي ستيت الشباب، شو الواي ستيدي ستيت بدي اياه يساوي في الكنترول؟ ار اوف تي، الار اوف تي، لانه الواي ستيدي ستيت بدي شو الار اوف تي اسمها؟ اسمها بالكنترول سيستم اسمها الديزايرد اوتبوت. فالواي ترانزيت هاي الواي، فيا ريت الواي ترانزيت يصير يساوي ايش؟ يساوي زيرو. فبدي اياه يصير يساوي زيرو، اذا صار يساوي زيرو ممتاز بيرفكت، هذا فور اول تايم، او تي اس تي جوز تو زيرو ينتهي باسرع وقت ممكن. فهي الان كومبليت ريسبونس، هاي ذس از واي اف تي كومبليت ريسبونس، واي ستيدي ستيت بدي اياه يساوي ار اف تي، واي ترانزيت يساوي ايش؟ الايديال يساوي وات؟ يساوي زيرو. اوكي، فالان الايديال كنترول سيستم الواي ستيت ايكوال تو ار اف تي، والواي ترانزيت ايكوال وات؟ ايكوال تو زيرو. هاي شكل مين؟ شكل ستيب ريسبونس يا شباب، شكل ستيب ريسبونس. الستيب ريسبونس انه ما في ترانزيت، الترانزيت ايكوال وات؟ ايكوال تو زيرو. الان نشوف مثلا الترانزيت، لاحظوها الترانزيت الشباب من جنس مين؟ الترانزيت من جنس الانبوت، ماشي؟ الترانزيت من جنس الانبوت. فاذا كان الانبوت عندي ساينوسويدال فالترانزيت راح يكون عباره عن ساينوسويدال. فلاحظوا الان هاي حطيتها مثلا، هاي حطيت this is the input، هاي transfer function عبارة عن 3 plus 0.4. اوكي، هاي الانبوت، الان this is the transient response، هاي the transient part، هاي the transient part، هاي the steady state part. ف
فراح يكون ينتهي عندي ترانزينت بارت جوز تو زيرو وراح يظل عندي مين راح يظل عندي الستيدي ستيت ريسبونس. هاي الان السيستم اوكي هاي الستيدي ستيت ريسبونس. الان في عندي شيء تايم كونستانت ذاك نشوف التايم كونستانت كان الشباب يكون التايم كونستانت هاي التايم كونستانت ذاك كنت تحطه اليوم يكون في اكسبوننشال اي ماينس تي على تاو اي ماينس تي على تاو مظبوط فالتايم كونستانت يساوي ايش يساوي 1 اوفر 0.4 يساوي 2.5 يساوي 2 و1 اوفر 0.4 يساوي 2.5 سكند. هذا معنى الكلام انه الترانزينت ريسبونس راح ينتهي يعني الديكريس تو ليس ذان 1% يعني راح يكون اقل من 1% بعد 5 تايم كونستانت بعد 5 تايم كونستانت اوكي بعد 5 تايم كونستانت راح يكون ايش اقل من 5 اقل من 1% يعني معنى الكلام بعد 12 ونص سكند راح يكون تقريبا الموجود عندي هاي راح يكون اقل من 1% وراح يكون هذا الظاهر عندي فقط بيور ساينوسويدال راح يكون هذا راح يكون بيور ساينوسويدال فبيعتمد على شيء اسمه التايم كونستانت. هسه عم نجي هالتايم كونستانت اوكي فهاي الترانزينت بارت وهاي الستيدي ستيت هاي الترانزينت بارت وهاي الستيدي ستيت بارت. لاحظوا الستيدي ستيت بارت من جنس الانبوت هاي شو الانبوت عندي للسيستم ساينوسويدال اوكي وهاي عندي الاوتبوت الاوتبوت للسيستم عباره عن ايش برضه الاوتبوت للسيستم عباره عن ايش عباره عن ساينوسويدال الاوتبوت اوف ذا سيستم اللي هو عباره عن ساينوسويدال الاوتبوت از ا ساينوسويدال اوتبوت ايش ده عندي هيك هاي ذس از ذا ستيدي ستيت وهاي ذس از ذا اوتبوت اللي هو عباره عن ساينوسويدال عباره عن ساينوسويدال الساينوسويدال ريسبونس هاي ذس از ذا ليش الان ليش الفريكوانسي هون 2 وهون الفريكوانسي شباب 2 شو السبب مين بجاوبنا عليه ها مين بيجاوبنا عليه يا شباب؟ لأنه من جنس الانبوت. لا ليه لا هاي أي سيستم بدخله sinusoidal with frequency equal to 2 بيطلع لي output sinusoidal with frequency equal to 2 لازم توفر فيه شغلة معينة السيستم. أخذتوها بسيجنال هاي الشباب. يكون linear. Linear and time invariant. Time invariant. Linear and time invariant. Linear and time invariant يا شباب. إذا كان linear and time invariant هاي الآن الخاصية إذا كان أصلاً إذا كان time invariant ما بطلعش بدو كلام في ثاني ما بقدرش أحله بالأستومين الأستومين فقط يستخدم للtime invariant systems الأستومين للtime invariant systems أوكي فهاي الآن the response may be considered to reach the state in 5 time constant هاي يتقول له هو على 12 ونص note that الآن لو كان عندي the g of s have roots with real parts كم time constant راح يكون هاي شباب لو كانت عندي هاي لو كان عندي الآن هاي السيستم هاي this is the system لا بديش إياه هون خليها هون مثلا هاي السيستم لو كان عندي هون transfer function s minus 0.4 3 على s 0.4 شو بده يطلع عندي يطلع تقريبا عندي alpha 1 e s to the power 0.4 t زائد something هون alpha 2 sin 2 t plus theta minus theta ما في مشكلة بس الآن لو كانت تاي constant لو كانت تاي positive الشباب هل الترانزينت بارت راح ينتهي؟ لا ومين بصير الدومينانت؟ بصير الدومينانت نعم مين بتسأل؟ اللي بتسألني دكتور كنت عم بجاوب معك اوكي يعني شو بدك تجاوب يا بتفضلي قلت لما سألت انه او لا حكيت لك بتضلها للانفينيت يعني لذلك مش راح يكون هذا ترانزينت الترانزينت اللي بنتهي اللي بروح للزيرو لذلك مش راح يصير ترانزينت لذلك اذا كان هنا لاحظوا اذا كان الاس ماينس الاس ماينس 4 ماينس 0.4 فراح هذا يصير عباره عن دومينانت في لحظه من اللحظات وهذا راح يصير something bounded between 1 وماينس 1 وهذا راح يصير ايش goes to infinity فبالتالي في تايم كونستانت لهذا السيستم ما في تايم كونستانت اذا كان ايش اذا كان السيستم ايوه اذا يعني اذا اخذنا هذا السيستم الشباب هذا السيستم لو كان عندي هاي السيستم 1 over s minus 1 هاي ال r of s equal 1 over s وال r of t تساوي u of t فال y of s عملنا partial fraction فهي طلع عندي ف s t goes to infinity هذا بقدر أقول عنه minus 1 steady state لا ال e to the power t s t goes to infinity goes to infinity أوكي فلذلك ما في time constant هون time constant not defined وما بقدر أقول الآن هذا transient وهذا steady state هذا steady state وهذا transient لأن الترانزيانت لازم يروح لزيرو هذا مش راح يروح لزيرو ها
هذا راح نروح للإنفينيتي. لذلك التايم كونستانت شايفين شباب، إذا كان الجي اوف اس هاف روتس وذ ريال بارتس جريتر ذان زيرو ذن التايم كونستانت نوت ديفايند. ما بتقول نوت ديفايند، أو بنقول التايم كونستانت إيكوال فيش نوت إيكوال تو إنفينيتي إيكوال تو و إز نوت ديفايند. إذا كان إيش الجي اوف اس إلو روتس وذ ريال بارتس جريتر ذان زيرو، في روتس وذ ريال بارتس جريتر ذان زيرو، لذلك التايم كونستانت إز نوت، التايم كونستانت إز نوت ديفايند. الآن لاحظوا لو أخذنا هذا السيستم شباب، هذا السيستم الآن شو الموجود عندي هنا؟ شايفين هاي الموجود عندي في السيستم إيش؟ الموجود عندي الـ R of S هاي، والـ R of S افترضتها يوتو هنا عندي S plus 1 S plus 3 S point 1 J2 minus. الآن لو شفتها، لو شفتها هون إيش التايم كونستانت اللي بولز of G of S اللي هو minus 1 minus 3 minus 1 أيوة minus 0.1 plus التايم كونستانت لل minus 1 لل minus 3 1 over 3 لل minus 0.1 1 over 0.1. مين هي التايم كونستانت للإلهم وشو التايم كونستانت للجي اوف اس الشباب؟ لا لو بدك تحكي شو التايم كونستانت للجي اوف اس كم راح يكون دكتور الماكسيمم منهم؟ طيب ليش ما هو المينيمم؟ مين بجاوبني ليش مو ليش أخذت الماكسيمم مش المينيمم دكتور؟ الماكسيمم دكتور لأنه مين بده يجاوب؟ بوصل للزيرو اسرع لما يكون لما يكون ماكسيمم، الماكسيمم بيوصل للزيرو اسرع ولا كيف يعني؟ هاي الان هو كاتب لكم بالاخير، كاتب لكم انه ايش؟ كاتب لكم انه التايم كونستانت يساوي الماكسيمم بين تاو 1 تاو 2 تاو 3. اوكي، مين بيقدر يعطيني، مين بيقدر يعطيني الجنرال شيب لهاي ترانسفير فانكشن واي على ار؟ لو افترضت الار ستيب ريسبونس، مين بيقدر يعطيني الواي اف تي؟ شو الواي اف تي راح يكون؟ اعطوني اياه الواي اف تي يا شباب، مين بيقدر يعمل لي اياه الواي اف تي؟ شو راح يكون شكله؟ يلا شاطرين. كي 1 ايوه كي 1 كي 1 في اي اس ماينس 1 في تي بلس كي 2 في اي اس ماينس 3 في تي بلس ساين يعني ساين بلس كي 3 اول شيء بحط كي 1 اول شيء كي 0 هاي كونستانت زائد كي 1 اي ماينس تي زائد كي 2 اي ماينس 3 تي زائد كي 3 اي ماينس 0.1 تي في كوساين 2 تي بلس ثيتا something like this مزبوط. اللي طلع الاول شو طلع كونستانت كي 0 الثاني شو طلع اي ماينس 1 اي ماينس 1 شايفين الثاني شو طلع اي ماينس 3 الثالث شو طلع اي ماينس 0.1 مين اسرع واحد بيصل للزيرو؟ ماينس 0.1 ولا مالك ماينس 3 ماينس 3 اسرع واحد يعني افتر 1 سكند الاول بيكون ماينس 1 الثاني بيكون ماينس 3 الثالث بيكون اي ماينس 0.1 فابطا واحد اكثر واحد له كونتريبيوشن بالترانزينت ريسبونس هذا البول مزبوط لاحظ هاي اي ماينس 0.1 يعني بعد 10 سكند شو بكون الاول هذا اي ماينس 10 هذا بكون اي ماينس 30 وهذا بكون اي ماينس 1 بعده لحتى الان في خير شايف لذلك مين اللي سيجنيفيكانت كونتريبيوشن في ترانزيت ريسبونس هذا اللي له اقل ريال بارت اللي له اقل ريال بارت لذلك هاي التايم كونستانت للسيستم لو الان بدي احكي عن تايم كونستانت بحكي عن تايم كونستانت بيناتهم هاي هذا اللي جاب تايم كونستانت اللي هو 0.1 شايفين التايم كونستانت اللي هي يوتا وضحت لكم الصورة يا شباب؟ ها؟ وضحت لكم الصورة؟ دكتور ممكن تعيد ليش الـ 0.1؟ الآن تخيلها هاي الانبوت عبارة عن ستيب انبوت ماشي الانبوت ستيب الآن الـ YFT زي مين اللي حكت لي الـ YFT؟ مين اللي جاوبت عن اللي جاوبت البنت اللي جاوبت شو اسمها؟ فرحة دكتور ايش؟ فرحة؟ طيب فرحة اللي هي 38 طيب الآن اللي هي بالتالي لو قلت الآن الـ YFT شو الـ YFT تساوي K0 اللي هي الـ steady state plus K1 E minus T لاحظ E minus T بعدين plus K2 E minus 3T من هذا بعدين هاي شو بتجيب E K3 K3 E minus 0.1 T في cosine 2T plus theta انسى الكوساين الكوساين something bounded between 1 و minus 1 بس لاحظ هذا after 1 after 10 second ايش بتكون هذا التيرم شو جاب e minus 10 هذا شو بكون جاب e minus 30 e minus 30 very 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 small number almost equal to 0 وهذا بكون بعده e minus 1 e minus 1 تساوي 0.367 ايش يصير هيك
شايفين؟ فلذلك مين بدوم أكثر بالترانزينت ريسبونس؟ هذا البارت، هذا البول اللي بدوم تأثيره أكثر، وهذا بنتهي أول واحد بنتهي هذا، بعدين بنتهي هذا، بعدين هذا بنتهي. لذلك بنقول التايم كونستانت السيستم مين بأخذ؟ بأخذ الأقل اللي له ريال بارت أقل ما يمكن أقرب ما يكون الجي أوميجا أكسس، فهذا بكون التايم كونستانت اوف ذا سيستم. يعني الآن بدخل شو التايم كونستانت؟ هاي التايم كونستانت اللي هي الماكسيمم، الماكسيمم بيناتهم، شايفين؟ لان ان انجينيرنج ذا ريسبونس اوف جي اوف اس ديو تو ستيب اور ساينسويدال ويل بي كونسيدرد تو بي تو هاف ريتش ذيس ستيت ان فايف تايم كونستانت. يعني هاي اذا كنت بدي اياها فايف تايم كونستانت تعلمتوها بالسيركت، انه اذا بدي اصل ل اذا بدي اصل ل 99% اوف ذيس ستيت 99% بدي 5 time constant، بدي 98% بدي 4 time constant، 95% بدي 3 time constant. هاي الأصل 99% من الهدف بدي أنتظر 5 time constant الوقت أكثر، بدي أصل 98% من الهدف بدي أصل 4 time constant. لو الآن قللت بدي 95% من هدفي مش 98، بدي إيش؟ بدي 3 time constant. يعني كل شيء مقابل شيء. إذا بدك 95% بدك وقت أقل، بدك 98% بدك وقت أكثر، بدك 99% بدك وقت أكثر وأكثر. الـ effect of feedback on gain and time constant. الآن هسا عم نشوف اللي تعلمنا شو هي time constant، وتعلمنا الآن شو الـ effect of feedback على الـ gain and time constant، لأنه هو كلياته هاي بتحكم فيه، لأنه the transient part function of the time constant. عرفنا ها شو time constant الآن. الآن إذا كان السيستم، الآن لو كان في عندي سيستم هاي، لو كان الـ y of t، الـ y of t يساوي 1 plus e to the power t، شو time constant لهذا السيستم شباب؟ y of t يساوي 1 plus e to the power t، شو التايم كونستانت؟ مين مجاوبني؟ ها؟ محمد أحمد. محمد أحمد طلال شلول، محمد شلول جاوبني محمد، مش موجود؟ بلاش. طيب يزن شبيب، أوكي أحمد العمري، ما شاء الله. شو هاي راح يكون التايم كونستانت الشباب؟ مين بجاوبني؟ مين بجاوبني على التايم كونستانت؟ لو سألت محمد أحمد علي، محمد أحمد علي، محمد محمود، محمود دكتور الشخص. أحمد العمري موجود بس المايك عنده صوته واطي كثير. طيب محمد أحمد الشرش، لحد هسه جاوب عن الثاني، كل واحد جاوب عن نفسه. محمد أحمد الشرش، محمد محمود الشرش، أوكي. طيب أحمد عبد القادر الشامي، ديما شرادقة، رهف الزراق. نعم رهف. يا رهف جاوبين. ديما وينك يا ديما؟ ديما ديما شرادقة جاوب يا ديما، اول مره بسمع صوتك، جاوب يا ديما. اوكي لو كان عندي الواي اف تي يساوي 1 بلس اي تو دي باور تي، كم التايم كونستانت؟ مش عارف. دكتور طيب. بس ممكن تعيد ايش واي اوف تي ايكوال ايش؟ 1 بلس اي تو دي باور تي، 1 بلس اي تو دي باور تي، كم التايم كونستانت لهذا الريسبونس؟ ماينس 1 دكتور. نعم التايم كونستانت، التايم كونستانت دائما عباره عن بوزيتيف كوانتيتي يا شباب، التايم كونستانت عباره عن بوزيتيف دائما. 1 دكتور. نعم 1. مجد، مجد مسعود، مجد مش موجود، مجد عبد المعز، محمد فتحي، ابو زهره، احمد السباتين، عمر الكيالي، عمر كيلاني، عمر محمد، سفيان، صالح العماري، احمد مرهون. يلا يا احمد جاوبني، احمد موجود يا احمد؟ أحمد، محمد سلامة، محمد مجدي سلامة، سعد الرواشدة، أوكي. طيب مين بجاوبني؟ مين بجاوبني يا شباب؟ طلال الشرع، طلال مش موجود، أوكي. يلا مين بجاوبني؟ كم التايم كونستانت؟ كم التايم كونستانت؟ 1 over sigma. كم التايم؟ 1 over sigma قديش بجاوبني؟ كما عم معطيك اني specific example 1 plus e to the power t، كم time constant؟ 2 ولا يبقى
كم التايم كونستانت ولا ما فيش تايم كونستانت؟ مو قبل شوي شفناها يا شباب، هاي e to the power t goes to infinity، e to the power t goes to infinity، ما في تايم كونستانت، تايم كونستانت not defined، السيستم unstable، الاوتبوت الريسبونس unbounded. يعني تخيلوا عبارة عن temperature control system، شو بدها تروح to goes to infinity. وقلنا لكم قبل شوي شو معنى transient response، تطلع لو متى time constant تطلع transient response، transient لازم يروح للزيرو، مش راح يروح للزيرو هذا، راح يروح للانفينيتي، إذا ما في time constant، إذا system الoutput unbounded. طيب، فالآن الفيدباك يا شباب، هاي الفيدباك على السيستم، حطينا the effect of feedback on gain and time constant، فحطينا هاي السيستم، هاي this is the system open loop closed loop. فالopen هاي suppose هاي suppose الk of s شباب تساوي إيش؟ الk of s تساوي الg of s تساوي k على tau s plus one، g على k s plus tau one، أوكي؟ فالopen loop gain كم تساوي k؟ والtime constant equal what؟ equal to tau. والtime constant equal to tau. هاي إذا كان open loop ماشي؟ إذا كان open loop هاي حطيته. إذا كان open loop هاي الجين equal to k والtime constant equal to tau، هاي بالopen loop خلصنا منها. الآن هسا بدي أشوف إذا حطيت السيستم closed loop، هذا الفورم حطيت السيستم closed loop شباب، هاي الclosed loop. الآن شو راح يصير في عندي؟ ها راح يصير في عندي الشيء التالي، هاي الclosed loop 1 plus y على r تساوي g على 1 plus g. الآن شو صارت تاية؟ هاي الـ G عبارة عن K على تاو S plus 1 على 1 plus K تاو S plus 1، ويساوي K يصير K على تاو S plus 1 plus K. هاي قلنا إذا بنعملها time constant وgain لازم يكون S plus something هنا plus 1، أوكي؟ فقسمت الطرفين على 1 plus K، فصار الgain الكلوز لوب gain K على 1 plus K، والtime constant شو صارت؟ تاو على إيش؟ على 1 بلس كي، تاو على 1 بلس كي. فبالتالي طلعوا عليها، شوفوا الجين كيف صار الشباب بالكلوز لوب، كي على 1 بلس كي. الان التايم كونستانت شو صارت؟ كي تاو على 1 بلس كي. الان الافكت اوف فيدباك شو بعمل؟ الافكت اوف فيدباك شو ريديوس الجين، ريديوس الجين، وهي عباره عن شيء ما بديش اياه، هاي عباره عن باد ساين، بس شو بعمل بنفس الوقت الشباب؟ reduce the time constant، وهي عبارة عن good sign بالنسبة للفيدباك. يعني الفيدباك اشتغل شغلتين، يعني عمل reduce the gain of the system، وهي شيء مش مليح هذا، وبنفس الوقت شو reduce the time constant، يعني speed up the response of the system، okay speed up the response of the system، وبالتالي ايش عمل؟ هاي عبارة عن good sign بالنسبة للclosed loop system. الكلوز loop system عبارة عن good sign. كم الايديال time constant تكون يا شباب؟ قديش الايديال زيرو؟ الايديال تايم كونستانت ايكوال وات؟ ايكوال تو زيرو، ما بدي اياها. يعني هاي الايديال افضل ما يمكن يكون عندي تايم كونستانت ايكوال وات؟ ايكوال تو زيرو، اوكي. الان شو اللي عمله الفيدباك؟ اللي عمله الفيدباك انه ايش عمل؟ انه قلل الجين وبنفس الوقت قلل التايم كونستانت. تقليل الجين بالنسبه لي لا، هاي ما انا باد ساين بالنسبه للسيستم، هاي لها معنى كثيره، هاي لو كنت بدي اعمل كنترولر وشيء زي هيك ببينها هنا. اما هو بنفس الوقت عمل سبيد اب ريسبونس، قلل التايم كونستانت اوف ذا سيستم. نعم يعني الريسبونس للتايم بيكون احسن هيك صح؟ من ناحيه سبيد اب الريسبونس اوف ذا سام، يعني قلل الترانزينت ريسبونس. لكن بالمقابل شو اللي عمله الشيء اللي مش مليح اللي عمله الباد ساين؟ انه قلل الجين اوف ذا سيستم، قلل الجين اوف ذا سيستم، اوكي. هاي الشيء اللي ما بدي شيء، بس عمله هاي عمله مين؟ عمله الفيدباك ذس اوف ذا سيستم. فلذلك وي كان ريديوس التايم كونستانت تو اني ديزايرد فاليو باي يوزينج الديرفاتيف بوزيتيف فيدباك، اوكي. هاي هون الكلام بقول انه we can reduce the time constant to any desired value. يعني شو هي desired value؟ لو الآن الoptimal value للtime constant equal to zero، معناته هل بقدر أقلل time constant لأن system by to zero by using derivative positive feedback؟ فحط example هنا، هاي لو حطينا هاي example الشباب، معطيكم هذا system، حط لكم بقول لكم أعطوني beta one و beta two such that التايم كونستانت ايكوال تو زيرو. شو معنى التايم كونستانت ايكوال تو زيرو شباب؟ يعني الواي اوف اس على ار اوف اس شو يساوي؟ ها؟ واحد.
يساوي الايديال، مش اتفقنا المره الماضيه الايديال ترانسفير فانكشن اللي هو واي اوف اس على ار اوف اس ايكوال تو 1، واي اوف اس على ار اوف اس ايكوال تو 1 اوكي، هذا التايم كونستانت ايكوال وات ايكوال تو 0 فيه. الان شوف هاي بقول انه بقدر احطه اللي اخلي التايم الايديال ترانسفير فانكشن فايند بيتا 1 بيتا 2 وي كان جيت الايديال ترانسفير فانكشن واي اوف اس على ار اوف اس ايكوال تو ايكوال تو 1، كم قيمه البيتا 1 والبيتا 2 اوكي. الان هاي حطيناها حتى تساوي 1، لاحظوا الان معناته تاو بلس بيتا 2 كي ماست ايكوال تو 0 او اول كونديشن اوكي. والكونديشن الثاني ايش هو لازم يكون عندي 1 بلس بيتا 1 كي ايكوال وات ايكوال تو كي اوكي، هاي لازم تكون تساوي 0، بعدين كي على 1 بلس بيتا 1 في كي ايكوال تو وات ايكوال تو 1، يعني كي ايكوال تو 1 بلس بيتا 1 في كي اوكي. فبتطلع البيتا 2 ايكوال ماينس تاو على كي ماينس تاو على على كي، والبيتا 1 هي تحط تحط حلت لكم الثنتين، هي بتطلع البيتا تاو بلس بيتا 2 كي ايكوال تو 0، يعني بيتا 2 ايكوال ماينس تاو على كي معروفات، وكي على 1 بلس بيتا 1 كي ايكوال تو 1، فبتطلع البيتا 1 ايكوال تو كي ماينس 1 اوفر كي اوكي. الان هل هذا امبلمنتبل السيستم ولا لا؟ هي كلام ثاني، يعني هاي كلام ثاني اذا كان السيستم امبلمنتبل ولا لا اوكي. يعني هل بقدر استخدم، انو الافضل الشباب، انو الافضل استخدم الديريفاتيف ولا استخدم الانتجرال؟ شو رايكم، مين الافضل استخدم الانتجرال ولا الديريفاتيف بالريال امبلمنتيشن للسيستمز؟ تخيلوا كان في عندي، لو كان الانتجريشن، لو تخيل لو كان في عندي هاي سيستم وهاي 1 اوفر اس، بدي اعمل انتجريشن للسيجنال، السيجنال خليها ساين تي مثلا ماشي، ساين تي شو الانتجرال للساين تي راح يكون؟ ماينس كوساين تي، مش هيك؟ متابعين معايا؟ ماينس كوساين تي. الان لو كان السيجنال هاي موجود عليها نويز، لو كان السيجنال موجود عليها نويز، النويز مثلا عباره عن ساين بكون هاي فريكونسي 10 تو ذا باور 7 تي، هاي هون كانت عباره عن قديش هون؟ مايكرو، هاي مايكرو يعني 10 to the power minus 6 multiplied by sine 10 to the power 70. The noise بيكون عالي. الآن لو مررت على integrator الشباب شو بصير فيها؟ تخيلوا 10 to the power minus 6 multiply هاي الامبليتود تبعت والفريكونسي تبع الساين قديش؟ sine 10 to the power 70. الآن لو مررت على integrator شو بصير؟ 10 ناقص 6 على 10 قوة 7 بصير 10 قوة 13، يعني بيعمل سبرست النويز مشروط إذا كان في نويز بيقضي عليها. لا لو مررت هاي السيجنال الشباب على انتجر على ديفرنشيتر ساين تي زائد مايكرو 10 تو ذا باور ماينس 6 ساين 10 تو ذا باور 7 تي، شو الانتجر الديفرنشيتر بيعمل الشباب؟ بيعمل مالتيبليكيشن باي ذا فريكونسي، بتطلع عندي هون الساين بتطلع عندي ماينس كوساين زائد ايش؟ 10 قوة 7 ضرب 10 قوة ناقص 6 بصير 10 ساين ايش؟ ساين 10 تو ذا باور 70. شايفين؟ ضيع الانفورميشن سيجنال كلياته. طلع لي سيجنال بصير اقول من وين جتنا هي السيجنال. لذلك مش سهل اعمل امبلمنتيشن ريال امبلمنتيشن يوزن انتجريترز يوزن ديفرنشيترز. بسبب ايش؟ بسبب النويز. جبنا مرة الشيب استابلايزر استابلايزيشن سيستم عندنا وفي قطعة ما قدرتش الشركة تعطينا إياها، فحاولنا نعمل implementation بالطريقة هاي. صدقوني كان حركة البنش يا شباب، حركة البنش يعمل system unstable، وما في إمكانية تعمل stabilization بالطريقة العادية، إنك تعمل differentiation عادية في السيستم. أنا theoretically ممكن أقول والله بقدر أعمل time constant زي ما بدي أوكي، فهاي الـ input والـ output. فلاحظوا الـ open loop، هاي الـ R of S open loop، ف R of S G of S أوكي، وهنا في الـ Closed Loop R of S هاي اللي هي عبارة عن إيش؟ هاي الـ G of S. فإذا كان السيستم، لاحظوا إذا كان السيستم الـ G of S يساوي 10 على 3S plus 1 فالتايم كونستانت يساوي 3 سكند، شايفين؟ إذا كان هاي التايم كونستانت equal to 3 سكند تايم كونستانت. الآن إذا كان عندي هاي بالـ Open Loop بالـ Closed Loop الشباب، هاي الـ Closed Loop إيش بطلع عندي؟ طلعوا عليها بالكلوز لوب، خلص البارت هذا، خلينا نشوف البارت اللي بعده. هاي في الكلوز لوب هاي بيطلع ايش؟ واي على ار، ف
فبطلع كي 100 على 3S plus 1. تلاحظ قديش التايم الجين الجين نقص، لكن شو بالمقابل صارت التايم كونستانت بدل ما 3 سكند شو صارت تساوي شباب 0.03 سكند. 100 الامبروفمنت كبير جدا في السبيد اوف ذا ريسبونس. هناك كانت 3 سكند، كانت 3 سكند، هون 0.03 سكند تقريبا. هاي في الكلوز لوب. بس شو الثمن اللي دفعته يا شباب؟ الثمن اللي دفعته بالجين، هيوته الجين كان 100 صار عباره عن 1، الجين 100 صار عبارة عن 1. هاي اللي هي الإفورت، هاي كنترول إفورت بسموها. يعني لو في الآن لو بنعمل ديزاين بس بشوف الآن شو الثمن دفعته. إذا كان يعني اللي الشيء اللي بدي إياه سبيد، السبيد فهاي خلاص بعمل هاي الشيء، وهذا بعوضه بأشياء ثانية، بعوضه بأشياء ثانية. أما هنا يعني اللي هي عملته إنه كأنه قال لك إنه إيش، قال لك إنه السيستم، قال لنا السيستم عبارة عن إيش، هاي اللي هو عبارة هاي بالopen loop والclose loop. بالopen loop كان time constant equal to، بالopen loop كان time constant equal to 3، والclose loop كان time constant equal to 0.0 equal to 0.03 okay equal to 0.03. فهاي مشان يبين لك إنه the transient response وين كان بي controlled، في الopen loop ولا بالclose loop الشباب؟ في الclose loop. أيوته بالكلوز لوب يعني بقدر اعمل تايم كونستانت. لاحظوا بالاوبن لوب كان تايم كونستانت 3 سكند بالاكزامبل هذا، في الكلوز لوب عملت التايم كونستانت 0.03 سكند، 0.03 سكند. اوكي يعني الان كانه 100 مره عجلت عملت سبيد اب، سبيد اب الريسبونس اوف ذا سيستم. اوكي اللي هي فيما بعد راح نسميها ايش هي، راح نسميها سيتلينج تايم اوف ذا سيستم، سيتلينج تايم اوف ذا سيستم يعني تايم كونستانت، تايم كونستانت اوف ذا ريسبونس اوف ذا سيستم. هاي في تقريبا الامبروفمنت تكافئ 100 مره الامبروفمنت. الان هاي صار في عندي اكثر من شغله يا شباب عملناها. الحاله الاولى اللي عملناها اللي كانت عندي التايم كونستانت، السنسيتيفيتي تو باراميتر فاريشنز، والشيء الثاني الترانزينت، الترانزينت ريسبونس. اوكي فشفت انه بالفيدباك يو كان كنترول ترانزينت ريسبونس، وعملنا كنترول ترانزينت ريسبونس من خلال مين؟ من خلال التايم كونستانت. اوكي من خلال التايم كونستانت. الان ضل علينا شيء ثالث هسه اللي هو اذا كان في ديستربنس بالسيجنال. اوكي اذا كان في ديستربنس في الكنترول سيستم، شو هو الديستربنس يا شباب؟ عباره عن ايش الديستربنس؟ عرفناه. مين بيجاوبني؟ دكتور unwanted input. شو يعني unwanted input؟ اعطيني مثلا disturbance the temperature control system، شو هو؟ الهواء الخارجي، الهواء بايام الصيف الهواء الساخن، وبايام الشتوية الهواء البارد اللي بيدخل علينا. اوكي ايوته disturbance بالنسبه للانتنه مثلا حركه الريح، شو اللي بصير فيها؟ هاي disturbance يعني اي سيستم فيه له disturbance، والdisturbance out of your control، مش انت بتتحكم فيه. يعني متحكم فيه بدك تعمل isolation للسيستم، بس السيستم مفروض عليك انه في عندك شباك، والشباك ايش؟ الشباك بده يدخل هواء، وفي عندك حيطان، والحيطان من خلالها بتضيع حراره، فايش موجود في السيستم. فالان الصح انه كيف اعمل ايش، كيف يكون عندي انه الديستربنس الريسبونس دو ديستربنس ايكوال وات، ايكوال تو زيرو، الريسبونس دو تو ديستربنس ايكوال تو زيرو. فمثلا السياره وهي ماره بالشارع، بالنسبه للركاب المطب الموجود في الشارع حظ هو عباره عن ديستربنس، الحفره الموجوده في الشارع هي عباره عن ديستربنس، الناس اللي ما بيعرفوش يسوقوا بالنسبه للناس اللي ماشيه بسيارتها اللي هم عباره عن ديستربنس، المواطن اللي بنمر بالشارع حظ عباره عن ديستربنس. اوكي هذا عباره عن ديستربنس. فالسيجنال اللي هي عباره عن unwanted input effect system output signal، يعني هو بغير الاوتبوت سيجنال اوف ذا سيستم تتاثر فيه. فمثلا الرادار انتنا هاي الويند اللي هو عباره الالكترونيك امبليفاير اللي هو فيه inherent noise، شايفين inherent noise اللي هي generated within the integrated circuits or the transistors. اوكي فهي فالان فالريسبونس اذا بدي اخذه على اساس انه عباره عن تو بارس الشباب، هاي الواي اف تي يساوي واي ار اف تي بلس واي دي اف تي. فالواي ار اف تي الريسبونس اوف ذا كنترول سيستم ديو تو انبوت، والواي اف تي واي دي اف تي الريسبونس اوف ذا سيستم ديو تو ديستربنس ديو تو دي اف تي. فاذا هذا الان بدي اياه الشباب واي ار اف تي ايكوال وات ايكوال تو ار اف تي، وهاي بدي اياه هذا يصير عباره عن ايش، واي دي اف تي ايكوال تو زيرو فور اول تي
for all t. هاي response due to what؟ هاي y d of t response due to disturbance. الآن لو سأل لو سألتكم سؤال الآن ال error due to r. الايرور ديو تو الايرور 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 سيجنال عباره عن ايش الايرور سيجنال يا شباب؟ مين بيعرف لي الايرور سيجنال؟ ها مين بيعرف لي الايرور سيجنال يا شباب؟ دكتور بعدنا عن الريكوايرد. شو اسمك انت؟ مصطفى. اه يا مصطفى شو الايرور يا مصطفى؟ دكتور بعدنا عن الانبوت. اه بس عرفها عرفها ماثيماتيكالي شو الايرور سيجنال؟ كيف يعني دكتور؟ الايرور سيجنال شو هي؟ الاي اوف تي شو تساوي؟ مش فاهم السؤال. الايرور سيجنال اي اوف تي كيف كنا نعرفها؟ الايرور سيجنال ايوه ار اوف تي ماينس واي اوف تي تساوي ايش؟ ار اوف تي ماينس واي اوف تي. طيب ار اوف تي حطه والله قدامكم حطوا ار اوف تي ماينس واي اوف تي. الواي اوف تي هاي الواي اوف تي هاي فمعناته شو بصير الايرور يساوي ار اوف تي ماينس y r of t minus y d of t. ماشي r of t minus y r of t اللي هي الايرور ديو تو r of t. الان الايرور ديو تو ديستربنس شو راح يكون الايرور ديو تو هذا ال y of d of t يساوي الريسبونس ديو تو ديستربنس. هاي كم بدي اياها هاي قديش بدي اياها ال y r of t تساوي هاي بدي اياها تساوي r of t. لاحظوا هاي بدي اياها تساوي r of t وهاي قديش بدي اياها تساوي زيرو مضبوط. اذا الايرور ديو تو الايرور ديو تو واي ديو تو تو انبوت يساوي ار اوف تي ماينس واي ار اوف تي. الايرور ديو تو ديستربنس يساوي زيرو ماينس واي دي اوف تي لانه بدي اياها تساوي زيرو هاي بدي اياها تساوي زيرو هاي. فالايرور ديو تو ديستربنس يساوي زيرو ماينس واي دي اوف تي. الايرور ديو تو انبوت ايش راح يكون؟ ار اوف تي ماينس واي ار اوف تي. الان اذا حكيت الايرور due to error in the control system اللي هو r of t minus minus y of t. يعني معناته هي الفرق بين ال input signal وال feedback signal. أيوة. signal. نورس هاي بدي اياها y r تساوي r of t بالcontrol system مزبوط. هاي ال actual output بدي اياها تساوي desired output. هاي disturbance هاي بدي اياها تساوي zero. فال error due to r of t ال error due to r of t يساوي r of t minus y r of t. الايرور ديو تو ديستربنس يساوي زيرو ديستربنس بدي اياه يساوي زيرو يساوي زيرو ماينس واي دي اوف تي زيرو ماينس واي دي اوف تي. يعني الان واي دي اوف تي بقول عنها الريسبونس ديو تو ديستربنس ماينس واي دي اوف تي يساوي الايرور ديو تو ديستربنس. اي فرق بيناتهم الثنتين في ايرور ديو تو ديستربنس وفي الريسبونس ديو تو ديستربنس. الريسبونس ديو تو ديستربنس اللي هو واي دي اوف تي. الايرور ديو تو ديستربنس اللي هو ايش الايرور؟ شو الايديال بدي الايرور ديو تو ديستربنس؟ الايديال زيرو زيرو ماينس الريسبونس زيرو ماينس واي دي اوف تي بصير ماينس واي دي اوف تي. اوكي بينما الريسبونس ديو تو انبوت شو بدي اياه يساوي ار اوف تي. فالايرور ديو تو انبوت يساوي ار اوف تي ماينس واي ار اوف تي. اوكي فهاي بالتالي شفناه هنا شايفين هاي السيستم هاي الان ان في الايديال كيس لاحظوا في الايديال كيس شو بكون عندي؟ ال y due to r يساوي r of t لأنه هاي response due to input هاي ال y d هاي response due to disturbance equal what equal to zero. فهاي ideal case هاي this is the ideal case أفضل ما يمكن عندي لأنه response due to r equal to r of t و response due to disturbance equal to zero for all t. أوكي فهاي معطيكم هنا system هاي ال فالسystem هاي هي to في input هاي الانبوت وفي ديستربنس. لاحظوا هون ديستربنس في ماينس هنا هاي ديستربنس في ماينس وهاي الانبوت ار اوف تي. شوف شو بده في السيستم هذا هاي الريسبونس ديو تو ذا سيستم يساوي واي ديو تو ار بلس واي ديو تو دي. اوكي واي ديو تو ار بلس واي ديو تو دي بنعرفهم. فهاي السيستم لاحظوا واي ديو تو ار يساوي هاي الريسبونس دي G1 G2 على 1 plus G Y due to D هاي الكلام هاي يساوي TR وهاي يساوي TD. الآن الريسبونس of the system Y due to D Y due to disturbance يساوي TD multiplied by D الريسبونس due to disturbance. وهاي الايرور لاحظوا هاي ايش بنسميها الريسبونس due to disturbance. الريسبونس الآن الايرور due to disturbance اللي هو 0 minus YD بصير minus
تي دي في دي اوف اس، هاي الايرور ديو تو ديستربنس. هاي لاحظوا فرق بيناتهم، اذا الريسبونس ديو تو ديستربنس هيته، الايرور ديو تو ديستربنس هيته. يعني ديستربنس كم بدي اياه؟ زيرو. لازم يكون الايفكت تبعه بالاخير بالسيستم عندي ايديال زيرو، فزيرو ماينس الريسبونس، فزيرو ماينس الريسبونس بصير ماينس تي دي اوف اس ملتبلايد باي دي اوف اس. الان الايرور، الايرور تو لاحظوا الان الاي هايه، هاي الايرور ديو تو ار اند دي، يعني موجودين الانبوت وموجود الديستربنس، فهذا الايرور. الايرور يساوي ار ماينس واي، مين هي الواي؟ هاي الواي، شايفين؟ ذيس از ذا واي، هاي الواي اللي هي ايش؟ هي الواي اللي هي يوتا، الكومبليت ريسبونس اوف ذا سيستم، الكومبليت ريسبونس اوف ذا سيستم اللي هي من خلالها اللي هي هاي بقول الايرور ديو تو ار، يعني الان موجود الانبوت وموجود الديستربنس. اذا بقول الايرور فمعناته الايرور وبسكوت، معناته ايش بقصد فيها؟ ار اوف اس ماينس واي اوف اس. اذا بقول الايرور ديو تو ديستربنس، الايرور ديو تو ديستربنس اللي هي ايش؟ الايرور ديو تو ديستربنس هيته. الان اذا بقول الايرور، الايرور ديو تو ار اوف اس، هاي بقصد فيها الايرور ديو تو ار اوف اس اللي هو ار اوف اس ماينس واي ار اوف اس، هاي الايرور ديو تو ار اوف اس، لانه هاي الواي ار شو بدي اياها بالاخير؟ تكون باخر شيء تكون تساوي ار اوف اس، لذلك هاي الايرور ديو تو ار. فلذلك طلع عندكم الايرور ديو تو ديستربنس، الايرور ديو تو، الايرور ديو تو ار اوف اس، والايرور ديو تو ار اند دي. بالوقت اللي بكون اثنيناتهم موجودين، هاي بكون، هاي بكون عند الايرور، هاي ذيس از ذا ايرور ار ماينس واي، ويساوي ار ماينس واي ار اوف اس ماينس واي دي اوف اس. هاي واي ار اوف اس اللي هي عباره عن ايش؟ هاي اي ار وماينس واي دي اوف اس ايش يساوي؟ اي دي. شايفين هاي اللي بكون حطوها الان، تعوضوها بالكلام السابق اللي انا حاطه هنا، هاي ماينس ماينس هاي الاي دي اللي هي ماينس تي دي في دي اوف اس. يعني هذا راح يكون ايش عندكم؟ هاي اللي هو راح يكون عباره عن واي دي، هاي واي هاي اللي هي تساوي واي دي اوف اس. هاي الكلام الايرور ديو تو ديستربنس يساوي ماينس واي دي اوف اس، هاي ماينس تي دي اوف اس في دي اوف اس يساوي ماينس واي دي اوف اس. فلذلك الايرور يساوي ار اوف اس ماينس واي اوف ار اوف اس، يساوي الايرور ديو تو ار اي ار اوف اس بلس ايش؟ بلس اي اوف دي، الايرور، الايرور ديو تو دي اوف اس، الايرور ديو تو دي اوف اس. وبالتالي هاي هون صار السيستم عندي بالانبوت والاوتبوت. فالستيد ستيت ايرور ديو تو ار اوف اس، اذا حكى لك ستيد ستيت ايرور ديو تو ار اوف اس، بقصد هذا الكلام انه الاس ليميت الفاينل فاليو ار اوف اس ماينس واي ار اوف اس، ويساوي ستيد ستيت ايرور ليميت اي اس في اي ار اوف اس. لو حكى لك ستيد ستيت ايرور ديو تو دي اوف اس، بقصد فيها هيته اي دي اوف اس ودي اوف اي دي اوف اس معرفه. لو قال لك ستيد ستيت ايرور ديو تو ار اوف اس اند دي اوف اس، بقصد فيها هذا الكلام، بقصد فيها هذا الكلام ار اوف اس ماينس واي اوف اس. هاي الكلياته موجودين اثنين، وهاي ستيد ستيت ايرور. مين مور جنرال؟ هاي 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 ستيد ستيت ايرور. هناك بدي احكي بالكلام واقول هاي ستيد ستيت ايرور ديو تو دي اوف اس، هاي ستيد ستيت ايرور ديو تو ار اوف اس. الان هون شوف الاكزامبل هذا، بقول فايند y r of s find y d of s find y of s find e r of s find e d of s find e of s steady state error due to disturbance steady state error due to r steady state error. اوكي، فهاي steady state error شو راح يكون يا شباب؟ هاي شو العلاقه بينها وبين بين هاي بين steady state error due to disturbance steady state error due to r؟ شو راح يكون بيناتهم دكتور؟ مجموعه هي الايرور كامل. ايوه مجموعه steady state error، هاي e steady state تساوي هاي زائد هاي. هاي الان بس بدو مشان افصل لك، هاي ودا لك قال لك هاي الريسبونس ديو تو ار، هاي الكلام كلياته واي ار. فالان واي دي هاي واي دي، اوكي واي دي على دي اوف اس. الان ذيس از دي واي تساوي واي ار بلس واي دي، هذا الكلام كلياته. وبالتالي وبالتالي الايرور ديو تو اي اوف اس اي ار اوف اس يساوي، واي دي اوف اس اي دي اوف اس هاي يساوي الكلام هذا. وبعدين تأخذ الليمت as t goes to الليمت as t goes to في steady state error، حاكي إذا كان ال r of s يساوي d of s يساوي 1 over s، فهي بيطلع معنا، بيطلع معنا steady state error due to r يساوي 6 على k plus 6. وإذا كان هون steady state error due to disturbance يساوي minus 2 على k plus 6. أوكي، فال steady state error كلها الثنتين يساوي إيش هيته؟ تطلع 6 minus بيطلع عندي 4 على إيش؟ على 6 على k plus 6. 4 على k plus 6. find k، لو قال لك find k such that the steady state error less than 0.5، هاي steady state error بده اياها اقل من 0.5، هاي اقل من 0.5، فبطلع لازم يكون الكي اكبر من 34. هاي design problem،
يعني كان لو يقول لك الكيا أقل من فبيطلع معايا الكيا إذا الستيت إيرور أقل من 0.1 فالكيا أكبر من أو يساوي 34 الكيا greater than or equal to 34 أوكي. الآن لو سألتكم السؤال التالي شباب هنا وقلت لكم عن هاي لو الآن لو افترضنا إنه الإنبوت لو افترضنا الإنبوت الشباب إنه رامب إنبوت شو رأيكم لو كان الإنبوت رامب إنبوت مين بيعطيني ستيت إيرور ديو تو أرفاس كم راح يكون يساوي ها لو كان الانبوت رامب انبوت كم الستيت ايرور راح يكون يساوي يعني الار اوف اس تساوي 1 على اس تربيع ها مين بيحسبها ولا واحد مين بيحسبها غسان وينك غسان غسان العلبي غسان. نعم دكتور اه وينك غسان لو كانت الار اوف اس غسان يا ابا 1 على ار على اس تربيع يعني الار اوف تي تساوي تي يو اوف تي كم الستيت ايرور هون راح يكون مش عارف والله مين بحسبها لو كانت لو كانت الار اوف اس 1 على اس تربيع فالستيت ايرور راح يكون اس اي ار اوف اس وان اس جوز تو 0 يلا مين بحسب الليمت تايه مين بحسبها او مين بحسبها ويطلع بالنتيجه وقول لي شو اللي طلع معاه انفينيتي نعم لا كم لي يا فرحة كم لي يا فرحة انفينيتي ايش مين بيكمل شو بيطلع معكم بشر 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 عبابنا وينك يا بشر بشر يلا يا بشر حط الار اوف اس 1 على اس تربيع بشر يلا شو بيطلع معك اعملوها اللي بيطلع يلا اللي بيجاوبني اجابه هسه مقنع يا شباب احط قدامه اسمه صح كبير بدي انزل علامات المشاركه يلا اشتغلوا حطوا الار اوف اس يساوي 1 على اس تربيع الستيد ستيت ايرور ديو تو ار اوف اس يساوي الليمت اس اي ار اوف اس يلا شو بيطلع معكم دكتور انفينيتي ضرب انفينيتي انفينيتي ضرب انفينيتي اتاكد منها شو بيطلع معك دكتور كي على 6 زائد كي نعم كي على 6 زائد كي يعني انفينيتي ناقص كي على 6 زائد كي لا يزم هو ار اوف اس مضروبه فيهم كلياتهم يابا مو ار اوف اس مضروبه فيهم كلياتهم شو بيطلع معكم زيرو انفينيتي انفينيتي زائد زيرو كيف بيطلع انفينيتي زائد زيرو وحسبوها حسبوها قدامكم كل واحد قدام ورقه وقلم زي ما انا عامل اني احسبها قدامك شو بيطلع معك مين بيجاوبني اسلام جمعه ابو صيام اسلام اه معك دكتور يلا يا اسلام وينك اسلام ها يلا جاوبني يا اسلام معايا جاوب يا اسلام شو السؤال ومعاي لازم يكون كاتب قدامك هسه تقول لي هاي اللي هاي النتيجه طلعت فيها محمد نضال الشمالي محمد نضال محمد دكتور اي محمد نضال جاوبني محمد يلا بيطلع انفينيتي زائد انفينيتي انفينيتي ناقص انفينيتي انفينيتي ناقص انفينيتي شو معنى انفينيتي ناقص انفينيتي محمد Non-defined. شو معنى indeterminate أخذتوها بالماثماتيكس تطلع infinity ناقص infinity يا شباب infinity ناقص infinity هاي indeterminate شو معنى indeterminate بالماثماتيكس أخذتوها يعني ما في جواب نهائي دكتور بدي أعيد صياغة الإكسبريشن الآن بدي أعيد صياغة الإكسبريشن حتى أحصل شو النتيجة يعني infinity ناقص واحد مقامات بدي أعمل إشي مش زي ما كنتوا تعملوا كالكولاس 2 كأنه هاي المادة زي ما كنتوا تعملوا كالكولاس 2 لو يطلع عندك إنفينيتي ناقص إنفينيتي توقف أو إنفينيتي ضرب زيرو توقف تقول تعيدوا صياغتها تعملوها بسط مقام إشي زي هيك حتى تطلع بالأخير النتيجة شو هي
أما إنفينيتي ناقص إنفينيتي فيش نتيجة الآن، ما في نتيجة، بدي عيد الصياغة. كيه طيب هاي الآن هاي السيستم. الآن بقول find the relation، أعطيتكم إياه الإكزامبل هذا between find the relation between K1 and K2 حتى يكون disturbance the effect the response due disturbance equal to zero. شو معنى response due to disturbance equal to zero؟ شو يعني بدي أجده هسا يا شباب؟ ها response due to disturbance equal to zero شو يعني؟ شو معنى هاي الكلام response due to disturbance equal معناته الواي دي equal to zero مظبوط؟ هاي اللي بدي إياه، هاي معنى الكلام هنا. شايفين هاي الكلام اللي بدي إياه هنا الريسبونس ديو تو ديستربنس ايكوال تو زيرو، معنى الكلام ايش يا شباب؟ انه الواي دي اوف اس ماست ايكوال تو زيرو. هاي هاي الريسبونس ديو تو ديستربنس، الريسبونس ديو تو ديستربنس ايكوال تو زيرو. فالان هيته حط واي دي على دي اوجدها فايكوال تو زيرو، حطيت البسط ايكوال تو زيرو، فمعناته لازم يكون كي 1 بلس كي 1 ملتبلايد باي كي 2 ايكوال وات؟ ايكوال تو زيرو. كي 1 بلس كي 2 ايكوال تو زيرو. الان هون بقول السيستم كافي اليوم ولا بدكم اكثر؟ خلصت الشابتر على فكره. يعني ممكن هذا داخل بالامتحان، ترى دير بالكم داخل بالامتحان وبعيد حطيتكم بعيد شابتر 4، ممكن يدخل شابتر 5، ممكن يدخل شابتر 5، فديروا بالكم. طيب طيب اليوم خلاص كافي، اليوم بكمل لكم يوم الاثنين القادم. بعرف كيف الدوام راح يكون يوم الاثنين القادم، هل راح تكون محاضره بنفس الوقت ولا يغيروها على دوام رمضان ولا لا؟ على كل حال هاي اذا صار في تغيير تابعوا انتم اعلانات الجامعه، اذا ما صار اذا صار في تغيير بتوجز تكون بوقت ابكر من هيك، يعني قبل 11:30. بعرف ايش كيف يكون، حكيت مع رئيس القسم، رئيس القسم قال بعدني ما جانيش شيء من اداره الجامعه، فاذا صار في تغيير تابعوا، لان المحاضرات كلياتها بتصير تغيير، بتقدم تقريبا ربع ساعه نص ساعه، بعرف ايش كيف راح يصير. اذا صار اذا ما صارش تغيير بضل الامور على حالها. ماشي، كل عام وانتم بخير يا شباب، كل عام بخير. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل. بس بدي احكي البنت تقى يا بني ياسين موجوده؟ تقى تقى بني ياسين مش موجوده. شعيب العبابنه وينك يا شعيب؟ اوكي تفضل، مين بده يسالني؟ انا دكتور باخذ نيميركال اسمه طفيف. لا الخارج، خارج النص. ماشي، شو اسمك بدي اعرفك بس؟ 43 احمد وافيف. احمد تفضل يا احمد. دكتور احمد عبابني بيعطينا نيميركال، بده يحط المحاضره بوقت ثاني غير يعني غير الساعه 8:30 الصبح، ممكن يعطينا اياها المسويات او في ايام ثانيه. فما بعرف بخصوص باقي القسم كيف. لا ما بصير يا شباب، رسميا حتى غير موعد اي محاضره لازم تكون هاي اداره الجامعه، هاي تعليمات الجامعه، حتى غير موعد اي محاضره لازم تكون موافقه كل الطلاب، ويكون رئيس القسم عنده علم بالموضوع. حاضر، وش في رئيس قسم العدم حطي رئيس قسم بس هيك يكون مسكين كلياتنا قاعدين ببيوتنا غير هو قاعد ببيت قاعد بالجامعه بتهم ياخذوا شو اسمه بين الطلاب اختراع. حتى كل الطلاب لازم موافقوا على الموعد اللي بده يتغير له. كل الطلاب اذا طالب قال لا ما بتزبطش الحق، لأنه هذا الموعد رسمي لكم، الموعد اللي بيني وبينكم الان 11:30 الواحد موعد رسمي، بدي اغيره لازم اخذ موافقتكم كلياتكم، كل موافقة خطية بعدين، يعني أنتوا تودوا لرئيس القسم تقولون نعم موافقين الدكتور صالح يغير موعد المحاضرة إلى الوقت الآخر، هذا كلياتكم توافقوا حتى هو يقبل يغير، أذروايز ما فيش تغيير. ما بعرف أنا هاي الأمور، تغيير المحاضرة بده يضل في موعده، أما لا ما بقدر أغير أنا زي ما بدي، يعني المحاضرة إذا صار في تغيير دوام رمضان بتغير لإشي ثاني، أما لا هي ظلت إذا ظلت على حالها على حالها، غير دوام رمضان تغير إشي بغيره. يا شباب دكتور بتقدر تعمل ليرنينج استفتاء تصويت من لا خلي موعد يا شباب بلاش، بما انتم 50 طالب مش سهل انه تلاقوا موعد يكون مناسب لكم كلياتكم، فخلي موعد توكلوا على الله، هاي تعودنا عليه الموعد وما شاء الله عليه. فنلتقي ان شاء الله يوم الاثنين القادم. السلام عليكم. ان شاء الله. مع السلامه. حياكم الله. مع السلامه.